اذا اخر شيء عندنا هلا احنا هون افترضنا انه هذا المحرك عم بشغله انا دايركت اونلاين، هذا غير مناسب. دايركت اونلاين يعني بحط انا السبلاي هون مباشره وبشتغل، هذا راح يؤدي ايش؟ راح يؤدي لتورك عالي وكرنت عالي في البدايه. شو عم نعمل هون؟ انا بدي منه هذا الريتد تورك من هون، بس انا عم بعطيه ستارتنج تورك عالي وعمال مش بقدر اتحكم بالاكسلريشن بشكل صحيح. شو بقدر اعمل الان؟ نقدر نستخدم شيء اسمه سوفت ستارتر. السوفت ستارتر فكرته انه هو بزيد الفولتج شوي شوي على المحرك بحيث انه يغير سبيد تورك كيرف تبعه بهذا الشكل. هذه طبعا هون بغير الفولتج. كيف بغير الفولتج على هذا السيستم؟ نشتري سوفت ستارتر، سوفت ستارتر ممكن تشتري زي الكونتاكتر شكله. بيكون في يعني السوفت ستارتر لو اطلعت عليه راح الاقي فيه له ثلاث انبوتس وثلاث اوتبوتس. وهذا هي بس تشتري زي هيك. ايش استعملنا؟ SCRs هذول راح يغيروا الافكتيف فولتج اللي جاي على اطراف هذا المحرك. تلاحظوا ايش عماله بصير بالسبيد تورك كيرف؟ عم بنزله والتورك بتنزل، التورك بتناسب مع مربع الفولتج. فانا عم بنزل التورك تبع السيستم لانه في البدايه انا بدي اخفف التورك وممكن اخذ فيدباك من السرعه، ممكن اركب سبيد فيدباك بحيث انه يخفف السرعه. هلا هذا السيستم شو راح يعمل؟ راح يصير غير الفايرنج انجل تبعت هذول ال 6 اس سي ارز. لما بغير الفايرنج انجل تبعت ال 6 اس سي ارز بصير يتغير الفولتج اللي رايح على المحرك بالشكل التالي. فبصير الفولتج بدل ما يكون الفول فولتج وها هي الفايرنج انجل وهاي الفايرنج انجل من هون. لما باخر الفايرنج انجل، طب هذا البيك ما تغير تبع الفولتج، ايش اللي غيرته؟ ايش اللي تغير رايح المحرك؟ الارمس مش الافرج، مين اللي حكى الافرج؟ مين حكى ار ام اس؟ الافرج تبع هاي قديش يا خالد؟ زيرو. ايش اللي تغير؟ الار ام اس. فانا عمالي بغير الار ام اس فولتج اللي رايح على هذا المحرك. لما بغير الار ام اس فولتج كاني بغير السبيد تورك كيرف تبعه، فهذه هون فولتجز الفولتج اقل واقل من هون. ففي البدايه لما بدي اشغل السيستم بحط فولتج بزيد الفايرنج انجل الفا، وهي الفايرنج انجل الفا اللي هي من هون، وهي الفايرنج انجل الفا من هون، وهذا بعمله على الثري فيزز، كل الثري فيزز. فالفولتج اللي بدخل على السيستم بكون خفيف، بعدين ببدا يزيد شوي شوي بحيث اني ازيد السرعه، ارفع السرعه تبعت هذا الجهاز. نعم. السؤال شو بيكون في اندكشن يعني اندكتر؟ مش في بيت الاندكتر راح تاثر جوا طبعا في المحرك قصدك؟ المحرك طبعا الويف فورم. هلا هاي الفولتج ويف فورم اللي انا حطيتها، وحط طبعا انا حاططها هون مبسطها كثير، هذه سنجل فيز. الثري فيز راح يكون اعقد بكثير من هيك. بس هي الفكره الاساسيه انه انا بتغيير الفايرنج انجل بغير الار ام اس فولتج اللي داخل على السيستم. هذا السوفت ستارتر بامكانك تشتريه كجهاز، بتدخل له 3 انبوتس وبيطلع منه 3 اوتبوتس، وانت بتعطيه سيجنال من هون ستارت. فممكن يجيني سيجنال من هون من البي ال سي، بعد ما اسكر الكونتاكترز هذول بحط الفيربل فولتج درايف في مكان بين السبلاي. فمثلا بنحط السوفت ستارتر ما بين هون وهون، وفي سيجنال بتدخل للستارتر من هون، السوفت ستارتر بتيجي من البي ال سي، فبتبدا تعطيني ستارت، فبيبدا السوفت ستارتر شوي شوي يزيد الفولتج بحيث انه يرفع السرعه تبعت هذا السيستم. هذا بيؤدي لايش؟ لشغلتين. ايش هم؟ في له اثرين مهمين. التورك الستارتنج بخفف شوي ستارتنج تورك بحيث انه ما يكون عندي شوك، بصغر الكرنت تمام وبصغر ستارتنج كرنت. اذا التو ادفانتجز تبعت السوفت ستارتر، وبعدين خلص لما بوصل التوب سبيد بطفي السوفت ستارتر وبضل شغال، بصير فل يعني، بتصير الفايرنج انجل زيرو من هون وبتصير الفايرنج انجل من هون زيرو لما بوصل التوب سبيد تبعتي. لما بدي ارد انزل مثلا اوقف شوي ممكن يرد يغير الانجل بحيث انه يوقف السيستم شوي شوي. طبعا هذا مش ايديال، الاحسن من الفيربل فولتج هو اي نوع؟ الفيربل فريكونسي درايف. بس الفيربل فريكونسي درايف مشكلته ككوست اعلى، وراح يعطيني الفيربل فريكونسي درايف راح يعطيني تحكم احسن. هذا سعره اقل وتكلفته اقل وحجمه بكون اصغر، فممكن استعمل للتطبيقات اللي ما بدي. لو انا عندي مصعد مثلا ما بستخدم فيربل فولتج، ايش بستخدم؟
variable frequency. اوكي ماشي واضح الفاريبل فولتج، فكره الفاريبل فولتج والسوفت ستارتر. اذا